احنا حزب نهار تأسسنا قلنا احنا ماناش بوق وماناش معارضة سلبية، احنا ماشيين للسلطة، احنا نعمل من اجل وصول السلطة. وبالتالي احنا الان بسم الله البارح بدينا، البارح على النتائج، وبالتالي راح يكون فيها حوار مع كل الكتل اللي موجوده في قبه البرلمان، راح يكون فيها مد وجزر وفيها نقاش وفيها حوار بين بعضنا البعض. وان شاء الله احنا المهم راح نساهموا مساهمه ايجابيه، اللي يهمنا هو الطمانينه والاستقرار تاع الجزائر، اللي يهمنا هو كيفيه اننا نمشي بقوه لاصلاحات حقيقيه، نمشي الى هذه الجزائر بقوه لاصلاحات حقيقيه. يعني احنا ما لازمش تكون عندنا الانانيه الحزبيه وانا نتمسك بالقوم ونحوسوا احنا نقودوا، لا، احنا جبهه المستقبل فقط، احنا نعمل مع الجميع ونحاور الجميع ونحاول بقدر الامكان ان تكون عندنا ارضيه لتجمعنا من اجل يعني هذه السكينة وطمأنينة والاستقرار تاع البلاد، ونمشي إلى حكومة قوية اللي راح تقود الإصلاحات، اللي همنا هو كيفية أن ينطلق الاقتصاد الوطني.